السؤال الأول اللي هو البارحة نمنع صلاة جماعة، إحنا مجموعة وقمنا هل نؤذن ونقيم نصلي جماعة؟ الحالة هذه نعم تؤذن وتقيم، بس متى تؤذن؟ تؤذن إذا كنت في مكان لم يقم فيه أذان، في البر أو لا يمكن في بلد غير إسلامي، أما إذا كنت في بلد إسلامي ما تؤذن، لأن الأذان فرض كفائي، فرض كفاية، يعني إذا قام به أحد سقط على الآخرين. مؤذن بالكويت، أذن في السعودية، أذن في قطر، أذن في الإمارات، خلاص يسقط الأذان. الحالة هذه تصلون السنة وتقيمون الصلاة وتصلون الفجر جهرية، ولو طلعت الشمس تصلونها جهرا جماعة. السؤال الثاني اللي هو مهم وغريب شوي، أثناء خطبة الجمعة وأنا جالس في الخطبة تذكرت أني ما صليت صلاة الفجر، ماذا علي؟ هل أقوم أصلي ولا أجلس أسمع خطبة؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء. الراجح الله أعلى وأعلم إذا أنت جالس في الخطبة وفي وقت أنك تقوم تصلي ركعتين الفجر، تصلي ركعتين وتجلس وتصلي الجمعة. لكن إذا الإمام خلاص انتهت خطبته بيقوم يصلي، صلي الجمعة قبل الفجر، لأن الجمعة لا تؤجل، وإذا أجلتها ما تقول أنك جمعة تكون ظهرا أربع ركعات. كنت في الخطبة والإمام يخطب وفي وقت تصلي الفجر، ما في وقت قام الإمام وانتهت الخطبة بيصلي الجمعة، صلي مع الجمعة قبل الفجر. الغريب شوي واحد يقول أنا دخلت المسجد وما في ماي في المسجد، ما في ماي، بس في ماي بالبقالة، في ماي بالبيت، يجوز أن أتيمم أصلي مع الجماعة؟ لا ما يصلح هذا الشيء، بما أن في ماي وتستطيع أنك تذهب وتأتي بالماء، الصلاة عندك إلى دخول الوقت الثاني إلا صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هنا تذهب إلى بيتك وتتوضأ وتصلي ولا فاتتك الجماعة لأنك معذور، كان الأول استعداد قبل الصلاة. المسألة قبل الأخيرة، وقت العشاء قلناه ينتهي بعد منتصف الليل، جميل، عندك من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل هذا وقت العشاء، واضح؟ نعم، من السنة أنك تؤخر صلاة العشاء إذا كنتم جماعة أنتم جالسين في البر، أخروا العشاء إلى قبل منتصف الليل، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها. لكن مو جالس ببيتكم تسمع الإقامة تقاوم الناس يصلون وتطنش الجماعة تقول والله بأخر منتصف الليل، لا هذا غلط ولا يصح. كذلك المرأة في بيتها صحيح أنها يجوز أنها تؤخر العشاء حتى قبل منتصف الليل، إذا انتهى منتصف الليل انتهى وقت العشاء، خرج وقت العشاء راح تصلي العشاء قضاء، أدي الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها أداء، في غير وقتها قضاء، صلينها أهم شيء قبل منتصف الليل. والسؤال ورد من كثير من النساء يقولون هل المرأة في الصلاة الجهرية تجهر ترفع صوتها؟ والسؤال الثاني نفسه، هل صوت المرأة عورة أو لا؟ الجواب عن هذا السؤال بالنسبة لصوت المرأة وهل تجهر ولا ما تجهر هو سؤالنا غدا إن شاء الله.